قال انا لو وقع مني مليون دولار وانا بتمشي في الشارع مش هعوطي عشان اجيبهم. سيسيرو الملياردير البرازيلي اللي كان محتكر تماما تجارة السكر والبن وكمان كان بيتاجر في السلاح، كان من اغنى اغنياء البرازيل، عنده فلوس وجاه وسلطة، لكنه كان شخص مفتري جدا. في يوم سيسيرو كان في مطعم في احد الفنادق وهو بيتعشى، واحد من العاملين قلب عليه مية من غير ما يقصد. اعتذر له العامل جدا لكنه ما قبلش اعتذاره تماما وطلب من مدير المطعم انه يمشيه من المطعم خالص، لكن المدير قال انا هعاقبه باي حاجة بس بلاش اقطع عيشه. لكن رفض سيسيرو كلام المدير واشترى المطعم بالفندق كله عشان بس يقطع عيش العامل ده ويمشي معاه كمان المدير. شفت الجبروت وصل لحد فين؟ اعداء سيسيرو ما كانواش عارفين تماما ان هم يخلصوا منه ولا من ظلمه، حاولوا اكتر من مره ان هم يقتلوه وفشلوا، لكن طبعا لكل شخص مننا نقطه ضعف، ونقطه ضعف سيسيرو كانت بنته اللي عندها 14 سنه. قدر اعداء سيسيرو بطريقه او باخرى ان هم يخلوا بنته تدمن المخدرات، وسابت البيت ومشيت، وقعد سيسيرو يدور عليها فتره كبيره جدا واهمل شغله تماما. استغل مدير اعمال سيسيرو الفرصه اللي جات له على طبق من ذهب وقعد يسرق وينهب في فلوسه، لكن سيسيرو ما كانش مهتم اساسا، وكان كل همه انه بس يوصل لبنته، لدرجه انه لما جاله خبر ان شركته افلست ومدير اعماله خانه وحول كل فلوسه بره البرازيل ما اهتمش بالخبر، وفضل يدور على بنته وصرف الباقي من فلوسه عشان بس حد يدله على معلومه عنها. ولما راحت كل فلوس سيسيرو اعدائه قرروا ان هم ينهوا القصه تماما. بيفتح سيسيرو الباب في يوم من الايام بيلاقي كرتونه جواها كيسه فيها جثه بنته اللي اغتصبوها وقتلوها، ومعاها ورقه مكتوب فيها ثلاث كلمات: هذا جزاء جبروتك. ومن يومها سيسيرو اتجن وبقى شخص مشرد في الشوارع، بياكل من الزباله والناس بتيجي عشان تتصور معاه وهو في الوضع ده بعد ما كان ملياردير. موضوع سيسيرو ده هنتعلم منه ان مهما ربنا اداك اوعى تتكبر على خلق الله. ربنا لما بيديك فلوس كتير فهو بيديك معاها مسؤوليه اكبر. صرفت الفلوس دي في ايه واستغلتها صح ولا لا؟ افتريت على حد بالفلوس دي ولا لا؟ وافتكر دايما ان ربنا هو صاحب النعمه اللي انت فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبك. انا احمد الحفني واشوفك على خير في حلقه جديده قريب جدا.